لولو حبوباتي، نتمنى تكونوا بخير. كثير طلبتوا مني تمارين للظهر، اليوم حنشتغل على الظهر خلف الصدرية بالتحديد، بالدهون اللي بتكون متجمعة هوني وكمان المكان اللي يكون مترهل، فحنشتغل على شدة وتنحيفة. فاليوم حنشتغل اونديرونس، يعني تقريبا ما في راحة او وقت الراحة حيكون جدا خفيف. اذا كنتم مستعدين خلونا نبلش بهذه التمارين. حنحتاج يا اوزان يا قنينة مي او اي شيء عندكم، حتى عندي خنشة دقيق، ما بعرف شو اسمها عندكم، هذه كمان حنشتغل عليها، او قنينة ماء كبيرة اللي عندكم يفي بالغرض. اول شيء حنبتدي فيه هو تسخينات للجزء العلوي، مهم جدا. بالغوا بالحركة، طلعوا اكتافكم ونزلوهم شهيق زفير للوراء. حنحتاج كرسي بهذا التمرين او ممكن من دون كرسي، بس تتنوا الركب شهيق زفير، يلا لقدام، برافو. دائما نركز على التنفس، يلا لقدام، يشوف مو لورا، برافو. هلا رقبتكم دائما نصف دائرة، اوكي؟ ايدكم كلها لورا بهذه الطريقة. حاولوا تطولوا وقت التسخينات، مثلا هوني اذا عملنا بس دقيقة، انتو حاولوا تعملوها لغاية 5 دقائق، او تكونوا عملتوا تمارين المشي قبلها. يلا يلا، التمرين الاول الرجل المعاكسة، الايد نستند على كرسي، حاولوا ظهركم يكون متسطح، ايدنا بننزل فيها هيك وبنطلع فيها هيك، اوكي؟ زفير لما نطلع هيك، شفتوا بالكم زفير 20 مرة، برافو. انتوا تطلعوا قدام، انا بتطلع فيكم اوقات، بس طلعوا قدام، حاولوا لما تطلعوا شدوا. اذا الوزن خفيف اعملوا بشوي، شفتوا كيف بطلع وبنزل، شفتوا بطنكم، لما تعملوا لفوق بتحسوا فيها، برافو. بلشنا نحس بالحرارة، شهيق وانا نازلة، زفير عند الطلوع، شهيق زفير، برافو. خلصنا، يلا الايد الثانية، بنعمل عدات كثيرة عشان نشتغل اون ديفونس تنحيف. شهيق زفير لما اسحب، سيبوا صدركم يكون مرفوع، برافو. نزلوا قد ما فيكم لتحت، ما تحطوه للوزن، مش ضروري وزن مثل اللي عندي، ممكن الدمبل العادي، ممكن مثل الشاشة اللي جنبكم. برافو سهل سفير، كمل قربنا، يلا يلا، ثلاثة جوج، وخلصنا. مباشرة على التمرين الموالي من دون راحة، يعني أو راحة خفيفة، فيكم تشربوا ماء. تمرين دائما صدر مرفوع بهذه الطريقة، ندفع نثني الركب، أوكي؟ إيديا هيك، مش هيك، هيك بالنسبة لهذا التمرين، وكأنه في شيء تحت ونحن بنسحبه، اوكي؟
انتبهوا للظهر يكون متسطع وعامين. يلا كمان 20 مرة بعد. برافو. كملوا. تجي شوي لعندكم. شايفين ايديا كيف اكواعي قريبين من جسمي. وبس روح لورا بشد كويس. برافو. كملوا. يلا هلا ايد حتضلها هيك وايد حتنزل 5 مرات. جوج شفتوا بطنكم. 3 4 5 خلوها هون. تانية 1 2 3 4 5. يلا 20 مرة. فانت جوج. برافو. شفتوا بطنكم؟ انتبهوا لظهركم ما تكونوا هيك، اوكي؟ ارفعوا صدركم عشان بطنكم ظهركم يكون متسطح. برافو. كملوا. هنجي قدامكم. لصقوا ورا. احنا بدنا نشتغل على الخلف وين تجي خلف الصدرية. يلا نرتاح هلا. اشربوا شوية ماء عشان ننتقل دغري على التمرين التالي. يلا دغري دغري. الحين ايدينا بهذه الطريقة. قبل كانت هيك، هلا هيك. قبل كنا نسحب لورا هيك، كنا نسحب بهذه الطريقة، هلا حنسحب من فوق، اوكي؟ يلا شفتوا بطنكم، ذات الشيء صدركم مرفوع، ونسحب، تحسوا فيها بظهركم ورا، فانت 20 مرة. جوج. 3. 4. برافو. شفتوا بطنكم. يلا حسوا حالكم مثل كأنكم بتطيروا، تحسوا فيها بظهركم فوق فوق قريب على الرقبة. رقبة ورا بنقول. يلا على جنب عشان تشوفوا الحركة كويس. قربنا. يلا ايد تضل هون. 1 2 3 4 5. ثانية 1 2 3 4 5. كيف الحريق؟ 1 2. أنا بعيد الفيديو للمرة الثانية، كان مشكلة المرة الأولى. يلا 20 مرة. بحس بالحريق. برافو. يلا اخر 10 عدات اقل حتى. يا داري. خلصنا هذا التمرين، حننتقل على التمرين على الأرض. هلا هذا التمرين حنشتغل فيه كثير على الجزء السفلي، مهم جدا خلال كل التمرين تكونوا شافتين بطنكم لسلامة ظهركم، وتكونوا بحيث انه كأنه حنمرر ورقة. ليا بتشجعكم. حنمرر ورقة من تحت بطننا، اوكي؟ وحتكون بهذه الطريقة، بنسميه سبايدر مان، اوكي؟ بنعمل وحنعمل 15 مرة كل واحدة 3 مرات. شهيق. زفين عند الطول. ركزوا.
بطن بتضل مشفوطة مع شد عضلة العيجان، مهم جدا. مش ضروري نطلع كتير قد ما هو ضروري نكون بطن تكون مشفوطة. اوكي يلا اربع عدات. برافو، اخر مرة خليكم شوي. يلا نزلوا، طبيعي بتحسوا فيها هون. يلا اخر مرتين، شهيق. طلعوا قدامكم، برافو. هتحسوا انه حتى عضلة المؤخرة بتشتغل، البطن وعضلة العيجان مشفوطة. بليز شهيق زفير، شهيق زفير، برافو. يلا اخر مرة هذا التمرين، ارتاحوا شوي، خذوا نفس. قلت لكم نحن بنشتغل على الانديرونس، اوكي؟ فما في راحة كثير. واحد، جوج، كملوا. خمسة، ستة خليكم شوية، نزلوا. سبعة خليكم، نزلوا. خليكم، نزلوا. خليكم، نزلوا. بطن مشفوطة، خليكم، نزلوا. رن جرس البيت. اوكي يلا ثلاث مرات لسه، برافو. شفطوا بطنكم، لازم اشفط بطني اللي هي بتعيد ورانا. خليكم 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 خليكم. يلا تعالوا بهذه الطريقة لأنه جد مهم إيدكم هون، وحاولوا إذا قدرتوا تحطوا عضلة مؤخرة على الكاحل بهذه الطريقة، إذا مش قادرين حطوا شيء تحت راسكم هون. إيدكم كتير بعدوها، نفسوا بعمق. وهذا كان تمرين اليوم. قولوا لي حسيتوا شوي بارك ولا ما حسيتوا؟ هذا تمرين فينا نعمله مع تمارين الصدر وكمان تمارين الأذرع بنفس اليوم، نعمله يوم وبنرتاح يومين، مهم جدا. أنا بقول لكم بحبكم كتير، تعالوا على الإنستغرام والسناب شات لباقي التحديات. باي باي.